فتحت أمه لترى ما الذي يؤلمه، فوجدت يعني بأن عضوه قد بتر، وأن عملية الكي قد تمت له من أجل تغطية على الجريمة الطبية. ذهبنا بالطفل بعد أسبوع من الولادة للمستشفى من أجل ختانة الطفل. قام ممرض غير مختص، وإنما تخصصه فني تخدير، بالتطفل على تخصص غيره، وقام بأخذ الطفل لإجراء عملية الختانة. وبعد أن سألناه هل هذا تخصصك، أخبرنا بأنه المختص، وقام بإغلاق الغرفة. كنا نسأله عن سبب التأخر، لكنه قام بالصراخ بوجه أم الطفل بأن تتركه للقيام بعمله. قام بتغطية العضو الذكري بعطب وشاش، وأخبرنا بأن كل شيء تمام، وما علينا إلا ترك الطفل لثلاثة أيام دون كشف عضوه الذكري. منح الطبيب إجازة من قبل مدير مكتب الصحة بالمديرية ومدير المستشفى. هذه الإجازة أشبه بسك عبور منحوه إياه للتستر على الجريمة ودفنها. مسألة البتر للعضو صارت العاهة الكبرى التي لا يمكن أن يتم التخلص منها إلا بعمل عدة عمليات للطفل للتخلص من هذه الكارثة الجسيمة. هناك انحباس في مجرى البول وتردي في حالته الصحية كل يوم.